آخ، على التلفزيونات بيحطوا خبر عاجل، دمار شامل، مين ضرب مين؟ هون ما نحط. نعم، حي، خبر حي، شو بنقول؟ خير جليس، خير عمل، أحياء. شو هي الأخبار اللي فيها حياة اليوم وممنوعة على كل وسائل الإعلام؟ خبر حي بقلب كل حي. نعم، دايما الحي ممنوع يكون مع الأموال. بيقولوا سبحان الباقي بالحي، هلا مش سبحان الحي الباقي، كل واحد حي عم يهرب. أمريكا، أوروبا، أستراليا، البرازيل، الهند، إلا بالأم العربية، وبس يعرفوا أنه عرب ومسلمين. الإرهاب مش بالقلب، هيك صرنا إرهابيين، والسبب لأن ما عنا أي علم، أي اتصال بالحي القيوم. ابتداء من هاللحظة بدنا نبلش نشوف وين اليقظة. تعالوا نفكر هلأ بهالدقيقة، مش نفكر. إذا سديت ديني ضلني عايشة، إذا سديت تمي، بس إذا سديت هاي الهرم، فإذا أقوى غذاء هو النفس، بداية ونهاية، ولادة وموت، كل لحظة. هيدي البتولية، البتولية منا بالمهبل أو بالفرج، بالفرج هو بالنفس. من هالنفس الميتة اللوامة إلى الشفافة، منها إلى الذات وإلى الروح، كل واحد. هالروح بتلاقيها بالنفس، بالنفس، بكل لحظة. ما بدك أي كتاب، ما بدك أي معلم، ما بدك أي وسيط بينك وبينه. والحقيقة بسيطة، هي بسيط، ولكن ما بنقرأ، بدنا نقرأ. الكتاب خير جليس، أي كتاب، ما عندي غير أوشو. شو ما بدك سموه، المحيط، النقطة، الوسخ، المجنون، شو ما بدكن حطوه، الزاني، الفقير، الغني، اللي عنده هوس جنسي، انت شو انت، تستفرغ، هو مرآة لإلك. انت شو بتشوف بيقوشه؟ انا اول صفحة او جملة او كلمة قريتها وقفت حياتي. ناطرتك كنت، والنقطة اللي بتكون ناطرة بيجي لها الموجة وبعدين المحيط. الله هو بيعرفنا، أقرب إلك من حبل الوريد. أنا ما بعرفه، ما بعرفها لهالألوهية، بس جزء منها هي بتجي لعندي. ادعوني أستجيب، رح يجوا. وبلشت أقرأ، بلشت أعرف أني ما بعرف، وكل ما بعرف أني ما بعرف بنعزل عن الناس، والكتاب خير جليس وبيجي. وإجت نسرين من كم يوم وشفتوها معنا، ودايما بقرأ عن النفس والتنفس، وبحضر مؤتمرات ومؤامرات ومجاملات، وفكر أني بعرف، وحكيت وقالت كلمات بعرف أنه حقيقة، ولكن كل أوشو، يا محيط، يا كتاب، يا حبيب، يا لب الألباب، بدي أقرأ. وبيجيني إيميل من كيلاني، أستاذ قلبي، وشفت اللي شفته، أرى كيف عايش بس عن نفس، وجسمهين بس عن نفس، عصلة الأرحام، برانا اسمها روح. وإذا سألوك عن الروح قول هي من عند ربي. وأنا هو ربي قاعد فوق بقلبي، بلب القلب. وصار يحكي، واللي عم بيحكيهم أنتوا أنا
بنعرفهم، ما بعرف كيف بنعرفهم، عايشينهم ما بعرف. قلت كلمة برات يا حبيب قلبي شو بدي أقرأ، شو هيدا؟ في نفس، في تنفس، في نفس، في روح، بكل شيء. خد السم وبتحوله إلى سمسم، وهيك عمل الحبيب، أكسير الحياة تحوله. هي طاقة، وكلنا معمولين نور من نور، إله من إله، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق يساوي الأب في الجوهر. كلنا مش أقل من هالألوهية، بس الفرق بودا عرف وأنا ما عرفت، محمد بيعرف، عرف لمن عرف، ومن عرف ظرف واعترف إنه هو أقل. من آمن بمحمد محمد مات، ومن آمن بالله الله حي. جمعنا بهال نفس والنفس، وبقرأ وما بفهم، بحمل الورقة هيك بس. لا، هي منا بالورق، هي بالحق. منموت بلا هي، بتنفس هيك، بتنفس هيك، بتتنفس هيك، مثل الأطفال، ولكن من البطن، من هون. آه أوه إيه ها ما نا ترى شو ما بتقول، بس خلي النفس يفوت لتحت السر له. هون في سر كبير، بس انقطع، بس اني قطع نفس ولا شيل يدك من هون دي. صرنا نتنفس مقطوعين النفس، وهيك ربينا من ملايين الأجيال والأجيال. واليوم بهالجيل بهالنفس بهالإنجيل الحي، خد نفس بدون ما تخاف، بدون ما تجامل. أنت الإنجيل، وأنت المسيح، وأنت الحبيب، وأنت هل أنا الكونية فيك وفيه. بدون نفس ما في نفس، لا الأمارة بالسوء ولا بالسوء ولا بالسموم، نفس يا حبيب قلبي. بتطلع وبتشوف حط هالنعناع، بتجيبهم فدوة من الزريعة من عندهم، ريحة البيت كله نع نع، مش عن عن نعنع، نفس. كل بيت في حده حبا ونعنع ومرتكوش يا حبيب قلبي. ما بدك عطر، عطر أعمالك. الطفل بس يخلق ما له ريحة، لا بالبول ولا بالخرى، بس نبلش نكبر ريحتنا كل أخرى. قد ما نحط عطر، ريحة صمة كل عنة في العنة. نرجع إلى نعم هالمرجع، هالأرض، هالأم. عن الناس معزلة، لو كنت بأوسخ بناية مثل هالبناية اللي أنا فيها، شفت واشو وسخة من برا ومن جوا، والناس اللي فيها الله لا يفرجيكم، مثل 99.99 منهم مثل العرب، بيركضوا لبرا 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 لبرا، وما بقعد بقعد، والدرج مجوي كله مجوي. أنا بالطابق الخامس بتوصل على التالت، بتلاقيها في شوية زريعة نازلين، على الرابع ها أكتر، وعلى الخامس هيدا بعيدك، تشلح من اجرك، من فكرك، من عقلك، تليفون برا كله برا، لا دخان، تشلح من اجرك وبتفوت على نفسك.